اذا تسمح لي حتى حتى تكون الحلقه تختلف عن هالمره تعرف انت كل القنوات تناولت موضوع الاقليم لا. واكو ضيوف بها. انا أرد استفيد من حضرتك طرحك منطقي وموضوعي هل هل كل من يطرح الان من من الطرف الاخر يطرح فكره الاقليم انت على وفاق ويا على لقاء ويا تقعدون سوا كل من يطرح الان بالاعلام واضرب لك مثل الشيخ رعد السيامه خلينا نقول. يعني السيد الشيخ رعد سليمان رجل محترم ورجل صاحب مكانه في المجتمع في الأنبار وهو من عشيرة كبيرة وتعتبر إمارة ومن بيت إمارة الرجل طرح قبل فترة أنه هناك مؤتمر في الأنبار في 15 -9 تسعة تسعة و... أيه فندق فتم ودعوة السفارة دعوة دعوة نعم الإيرانية ودعوة السفارة الأمريكية تم الأمريكي التواصل أيه نعم نعم انت حاول تستفاد بال بالضبط بالضبط تم التواصل ويا الشيخ رعد وقعدنا هنا في اربيل جاء الرجل والتقينا وكانوا معنا مجموعه من الشخصيات من ابناء هذه المحافظات شخصيات محترمه وتم التفاهم وقلنا له انه سالنا سؤال يا شيخ رعاد شنو المغزى من المؤتمر؟ قال على مود اعلان الاقليم قلنا له اوكي ما الاقليم محتاج منك اليات واحنا واصلين الى اليه الاستفتاء اللي هي هذه الدستوريه والقانون يقول هالشكل. خلينا نكمل الاستفتاء واعلن انت من خلال المؤتمر اللي تريد تزعم يعني انه راح تقيم في, في الانبار او في اي مكان اخر، اعلن نتائج الاستفتاء، تم التوافق على هذا الاساس احنا والشيخ رعد، بعدنا خلاف شوف اخي الكريم احنا اولا منفتحين على كل الجهات واغلب الجهات صار عندها علم وتم مناقشتها ووصلنا كتب رسميه من من جهات رسميه اي بمعنى مسميات معارضه او غيرها من المسميات تاييد وتضامن وتحالف وشراكه ما عندنا المشروع ما يخص ثائر البياتي ولا يخص رعد ولا يخص فلان ولا يخص علان هذا مشروع انقاذ مشروع دستوري قانوني البعض يطرح مواضيع بعيده كل البعد ويحاول انه يشكك او يطعن مثلا هل الاحزاب او الكتل السياسيه الحاليه هي راعيه لهذا المشروع انا اقول لكم وطواني مسؤول عن كلامي لا علاقه لنا بكل المسميات في الداخل العمليه السياسيه من من المتبني الاصلي الاساسي هذا المشروع تبنى جبهة الخلاص العراق الحريه والسلام ب... وتم حتى ورقه الاستفتاء باسم الجبهه والكل عندها علم بهذا الامر واحنا تحدثنا به صار اكثر من سنه و... بل تحدثنا به قبل سنتين وحكا. 2018 حكيت به 2018 كان الموضوع انه هناك مشروع مشروع انقاذ وخلاص هذا المشروع ينقذ مكون سني ينقذ ابناء هذه المحافظات مو فقط السنه انما المسيحيين واليزيديه والصابيه والتركمان والاكراد لان احنا محافظاتنا مختلطه حتى على التسميه احنا ما سميناه سني ابتعدنا عن الاسماء الطائفيه والدينيه رحنا الى مسمى اقليم عربي كون الاغلبيه العظمى من ابناء هذه المحافظات والمناطق هم عرب مثل اسوة في في اقليم كردستان اللي هم ذات الاغلبيه الكرديه. البعض يطرح اذا اراد يسوي شيخ بس تفضل تفضل العفو تفضل البعض يقول اذا انتم سويتوا عربي طيب الجنوب شنو؟ ما عندنا اشكال اخي الكريم احنا بالتسميه هي مو نزل علينا من السماء نسميه الاقليم العربي لوسط وشمال العراق يعني مو مو فد مو فد معضله يعني الاسم ما, ما راح يكون عليه خلاف رح 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 يعني ما واقفين على هذا الاسم ما راح نوقف احنا احنا عند الهدف اقامه